معلم علاء قالوا المعلم احمد عثمان معلم علاء قالوا المعلم احمد عثمان بدا احرجوا السلام اولاد موسى كف الدوار معلم علاء ده السلام عليكم يا جماعه معلم احمد فين الشباك الشيش ده وبعد اذنك عشان نشوف الصبور الشيش معلش الشيش حرام عليك متسجل فيديو على الجروب متسجل فيديو على الجروب يعني محدش يسجل الباقة واحد ينزله ويدي للباقي لو انا معايا فلاش احتمال الجمهور بكره معايا لو لقيته معايا علام حط يا ابني في الهواء معلم الاسماعيلي اهو بس انا انت وقال لو اشرح لكم انا استغفر الله ايوه دكتور ما تشرح صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو متسجل فيديو صوت وصوره على الجروب يعني محدش يسجل يبقى كده بتضيع وقتك على الفاضي لان انت هتسجل صوت يبقى مش هتستفيد نفس صوت وصوره يبقى لو عايز تسمع تسمعه من على الجروب دي نمره واحد نمره اتنين ده بيجي عملي نمره ثلاثة لازم نفهم كل جمله ورا الثانيه علشان كله مبني على بعض هنجيب ساعتين كده عبال ما ناخد ما نشرح المحاضره بتاع النهارده بس بالراحه يعني عايز تفهموه بالراحه عشان لما تروحوا سنه خمسة او ستة تدعوا لي بقى هتبقوا فاهمين احسن من زمايلكم يعني ان شاء الله وات از اي سي جي اللي هيتكلم همشيه اي سي جي معناها الكترو كارديو جرام او جرام يبقى اي سي جي معناها الكترو كارديو جرام او الكترو كارديو جرام جراف يعني الجهاز اللي بنستخدمه في عمل رسم القلب يبقى هو الاباريتس يعني الجهاز الورقه اللي بتطلع من الجهاز اسمها الكترو كارديو جرام الورق من 40 جرام و70 جرام و80 جرام يبقى الورق يقاس بالجرام يبقى اسمه الكتروكارديوجرام يبقى اي سي جي معناها ايه الكتروكارديوجراف او الكتروكارديوجرام
الجرام هي الورقة اللي بتطلع من الجهاز الرسمي. الجهاز الجرام هو الجهاز ذات نفسه. حلو الكلام؟ حد جاي ثاني؟ طيب ادي البودي اهو. لو سمحتوا ركزوا معايا. ركزوا بقى من غير تسجيلات ولا حاجة، أهم حاجة تفهموا اللي بقوله. وادي القلب اهو. القلب ده اهو بيطلع كهرباء. يبقى اسمها الكتريك اكتيفيتي اوف ذا كاردياك ماسل. مش احنا قلنا قبل العضله ما يحصل لها كونتراكشن لازم اكهربها؟ كهرباء يعني اكشن بوتنشال. يبقى اذا الكهرباء او الالكتريك كارنت اللي هتطلع من القلب هتروح للجلد، ده اسمه السكن اللي هو الجلد. وقبل الجلد في سبكوتينيس تيشو. السبكوتينيس تيشو عباره عن تيشو زائد ميه يعني فلويد، صح ولا لا؟ والميه از ا جود كوندكتور فور كهرباء. يعني لما احط سلك كهرباء في البانيو هيكهرب البانيو كله. ليه؟ عشان الميه از ا جود كوندكتور فور الكتريك كارنت. طيب يبقى الكهرباء هتطلع من القلب اسمها الكتريك كارنت، هتطلع من القلب تروح على السكن سيرفيس على سطح الجلد. اجي انا حاطط بقى هنا سلك او سلكين. سلك معناها الكترود. يبقى كلمة الكترود معناها ايه؟ سلك. السلك ده هو اللي هياخد الكهرباء. هو اللي هياخد الكهرباء. يبقى اسمها بيك اب. يعني ايه بيك اب؟ يعني طاقة الكهرباء. ويوصلها بجهاز اهو. هذا الجهاز يسمى جلفانوميتر. اسمه ايه؟ جلفانوميتر. عارفين الجلفانوميتر بتاع الساعات اللي هو بيقيس فرق الجهد. بس الكهرباء اللي بتطلع من القلب كانت لا يا باشا بس احنا ما بنسخن. بتعدل ابو سكر كده. القلب هيطلع الكتريك اكتيفيتي او الكتريك كارنت. ثلاثة اهو. الكهرباء فين تطلع؟ على السكين سيت. انا عايز التقط الكهرباء دي بقى عشان اقيسها. يبقى هلتقطها بحاجه اسمها الكترود. هوصلها لجهاز اسمه جلفانوميتر. بس الكهرباء اللي هتطلع من هنا بتبقى صغيره قوي، ما انت شايفها خالص. فجم العلماء موصلين الجهاز ده بحاجه اسمها امبليفاير. يعني ايه امبليفاير؟ مكبر. بحيث يخلي الموجه دي كده يبقى تكبر كده. يبقى انا بعمل ريكوردنج للالكتريك اكتيفيتي اوف ذا هارت. ماشي يا
انت تجيلي ECG معناها كلمتين الكتروكارديوجراف اللي هو الجهاز اللي بنقيس بيه رسم القلب يا اما الكتروكارديوجرام هو البيبر اللي بتطلع من جهاز رسم القلب يبقى مسألك في الشفو او في العمل بقى مش هسألك يعني ممكن ارخم عليك في الشفو اسألك فيه عادي مزاجي ما تقولش حاجة عملي يعني مش هسألك فيها شفو اسألك فيها باي حاجة عملي شفو ويمسكوا اي حاجة اما اقولك اي سي جي معناها ايه تقول لي حاجتين يا اما الكتروكارديوجراف اللي هو الجهاز يا اما الكتروكارديوجرام اللي هو البيبر اللي بتطلع من الجهاز خلاص دي اول معلومه ثاني معلومه ان القلب علشان يعمل سيستول يعني كونتراكشن لازم نكهربه الاول كلمه نكهربه معناها نطلع اكشن بوتينشال الاكشن بوتينشال اسمه Electric current of the heart. Electric current of the heart. ده جوه القلب. يوم يطلع من القلب يروح للسكين سيرفس. اما يروح للسكين سيرفس انا عايز اخد الكهرباء اللي طلعت من القلب على الجلد من بره. فاعمل لها بيك اب يعني التقاط. بتو واير. يعني تو الكترود. يعني حاجة اسمها ليد اسمها ايه؟ ليد يبقى كلمة ليد هما السلكين اللي بحطهم على السكين عشان ياخدوا الكهرباء يبقى الحتة ده اهي اللي هما السلكين ده هم اسمهم ليد اسمهم ايه؟ ليد يبقى ليد هو السايت اللي على السكين اللي باخد منه الكهرباء هوصلها لجهاز اسمه جلبانوميتر الجلبانوميتر هيطلع لي الاكشن بوتنشال نم نم يعني ايه نم نم يعني صغير فالجهاز من جوه متوصل بامبليفاير يعني مكبر يخلي الاكشن بوتنشال الصغير ده اكشن بوتنشال كبير كده يبقى عمل امبليفيكيشن هو دي فكره الجهاز رسم القلب يبقى القلب بيطلع كهرباء الكهرباء صغيره هنوصلها بامبليفاير عشان يكبر الكهرباء يعني ايه يكبر الكهرباء الفيسيولوجي امبليفاي ذا الكتريك كارنت اوف ذا هارت حلو الكلام طيب في واحد اسمه انسوفن واحد اسمه ايه ده مهندس اسمه انسوفن اسمه ايه انسوفن او ناس بتقول عليه انتوفن انتوفن او انتوفن مهندس المهندس ده قال ايه سيبك من الكتاب ده المهندس ده قال ايه قال انا هعتبر ان القلب نقطه وهو ليس بنقطه وقال هعتبر ان القلب ده موجود داخل مثلث متساوي الاضلاع وهو ليس متساوي الاضلاع يبقى افترض جملتين الجمله الاولى ان القلب نقطه وهو ليس نقطه لان هو مقسم ادي واحد اثنين قاس المسافه من الليفت شولدر يعني ده اهو او ده اهو والرايت شولدر اللي هو ده اهو هنا 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 وهنا والمسافة عند السيمفيسيس بيوبس عارفين السيمفيسيس بيوبس؟ يبقى هنا كده
اما جم يقيسوا المسافه من هنا لهنا ومن هنا لهنا اللي هو كبيره عن المسافه دي، اكيد من هنا لهنا اكبر من هنا لهنا، يبقى المثلث ده ان ايكوالايز ان ايك ان 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 يعني لا ان ايكوالايز يعني غير متساوي الاطراف. بس هو افترض الفرضين دول وعمل حاجه، عمل ايه؟ قال والله انا هحط ليدنا اهو واحط ليدنا اهو واوصلهم الاثنين بجلبانوميتر، فاكرين الجلبانوميتر اللي لسه لازمه من شويه اهو، وقال هقيس فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي. ما هو القلب بيطلع كهرباء في كل الاتجاهات، فانا هقيس الكهرباء اللي هنا واقيس الكهرباء اللي هنا واجيب الفرق ما بينهم. بس هل هو يقدر، هل الانسان اللي يقدر يقول الكهرباء اللي هنا كام او الكهرباء اللي هنا كام؟ لا. ليه؟ عشان بيقيس البوتنشال ديفرنس، يعني ايه فرق الجهد بس. فيقول فرق الجهد ما بين هنا وهنا 5، يعني ممكن يكون هنا 10 وهنا 5، ممكن يكون هنا 100 وهنا 105، ممكن يكون هنا 1000 وهنا 1005، فاهمين ولا لا؟ انما ما يقيس الابسوليوت بوتنشال. يعني ايه ابسوليوت بوتنشال؟ يعني الرقم المحدد. وجه نسمي المسافه من هنا لهنا اسمها ليد 1. مش قلنا ليد يعني سلكين؟ وهم دول السلكين اللي هيقيس عندهم الكهرباء. فيقول على ده ليد 1، يعني من هنا لهنا اسمه ليد 1. وجه طالع من يطلع سلك تاني وسلك تاني هنا، وجه موصلهم بجهاز اسمه جلبانوميتر. خلي بالك الجلبانوميتر ده هو ايه؟ جهاز رسم القلب. يعني جهاز رسم القلب اللي بنشوفه ما هو الا جلبانوميتر وامبليفاير. يعني ما هو الجلبانوميتر يبقى هو جهاز رسم القلب. ما علينا، يعني هنعرف في الاخر. يبقى صاحبنا ده هيقيس فرق الجهد ما بين النقطه دي وما بين النقطه دي. انما يقدر يقيس الابسوليوت بوتنشال؟ لا. طيب ومسمي ده اهو ليد 2، وجه جايب سلك كمان هنا وسلك كمان هنا وموصلهم بجلبانوميتر. كل الكلام ده موجود على الجروب في الرسم في الفيديو، يعني محدش يشغل دماغه، افهم بس. وجه موصل ما بين دي وما بين دي، هيقيس برضه البوتنشال ديفرنس ما بين الرايت الليفت ار، هنحط دي رايت ار ودي ليفت ار ودي ليفت لور ليم. هقول ازاي دلوقتي. وقاس الفرق ما بين النقطه دي والنقطه دي، وقاس الفرق ما بينهم بس البوتنشال دي. بس هل يقدر يقيس الكهرباء اللي هنا بس؟ لا. ولا اللي هنا بس؟ بس لا. ليه؟ عشان هو بيقيس فرق الجهد بين ده وده. فهم يعملوا ايه؟ زي بتاع السماعه بالظبط. اما كان بيكشف على مرات الملك وكان بيقرب منها، مش كده؟ لا، قال له لازم تقارن حاجه وانت بعيد، صح؟ فجم نعملوا اي سي جي لمرات الملك، فهيحط ليد هنا يبقى في الرايت ارم، وليد هنا يبقى في الليفت شولدر، رايت شولدر وليفت شولدر. طب التالت هيحطها فين؟ عند سيفز بيوز. قال له ابعد يا ابن الكلب. قال له امال هنعمل ايه؟ قال له ماليش دعوه، اخترع حاجه بحيث تعمل لمراتي اي سي جي من غير ما تبص عليه. فاهمين ولا لا؟ قعد يفكر يفكر يفكر، عمل ايه؟ قال والله بدل ما احط الليد يعني السلك هنا هحطه هنا، يبقى زودنا المسافه دي، صح ولا لا؟ يبقى دي اسمها رايت ار، بدل ما كانت رايت ايه؟ شولدر. ادي واحد. وجه على الايد دي ومزود المسافه من الليفت شولدر الى الليفت ار، يبقى كده زودنا نفس المسافه من هنا على نفس المسافه من هنا. يبقى بدل ما حاطينهم هنا حطيناهم هنا، وبدل ما هيحطوا على السيبس فيوبس حطوا على الليفت لور ليم. على الليفت، اشمعنى الليفت؟ قال لك ما تفرقش ليفت او رايت، بس حطيناها على الليفت علشان القلب ناحيه الليفت شويه، يعني هي ما تفرقش رايت او ليفت. بس هو حط الليد الثالث بدل ما يحطه في سيبس فيوبس حطه على الليفت لور ليم. فاهمين ولا لا؟ يبقى ده انسوف العمل الثلاث حاجات دول. يبقى حط الليد فين؟ عند الليفت
ار والرايت ار رايت ار ليفت ار ليفت لور لم فاهمين ولا بدل ما حطوهم عند الشولدر والسيمفيس ايه ماشي كده يبقى اول حاجه ليد واحد ليد واحد ما بين ايه وما بين ايه ما بين الرايت ار وما بين الليفت ار طب وليد اتنين ما بين الرايت ار وما بين الليفت لور لم او اللور لم بعصوب به الليفت على طول طيب الليد ثلاثة ليد ثلاثة عليه ما بين الليفت ار وما بين الليفت لور لم ده لمين من اللي عمل كده يا واد ما ترد عليا انسوب يبقى كده انسوب عمل ايه بص لي واد عبد الله اه ماشي عمل ايه جاب سلك هنا وجاب سلك هنا هل يقدر يحط سلك واحد لا فقال لك عليهم باي بولر ليدز باي يعني اثنين يعني لازم يستخدم سلك هنا وسلك هنا يبقى اسمها باي بولر طب وهنا ادي سلك وسلك باي بولر وهنا سلك وسلك يبقى باي بولر بس خلي بالك انا عندي السلوك دي نوعين عارفين الشوارع مش بيبقى فيها كهرباء يقول لك السلك اللي فوق كهرباء واللي تحت نار كهرباء يعني ايه يعني بص كهرباء يعني يعني اكس بلوينج الكترود يبقى اللي عنده كهرباء اسمه ايه اكسبلورينج الارضي اسمه ايه انديفرنت انديفرنت يعني ارضي انديفرنت انديفرنت يعني ما فيهوش كهرباء يبقى دي فيه كهرباء ده ما فيهوش كهرباء حلو الكلام خلي بالك هنا في كهرباء ولا ما فيهوش فيه طب وهنا فيه يبقى الاثنين دول اسمهم ايه اكسبلورينج الكترود يبقى أول حاجة عملناها إيه؟ انسوب. عمل إيه انسوب؟ انسوب قال أنا هقيس الكهرباء بباي بولر ليد. واحد ما بين الرايت آر وواحد ما بين الليفت آر. واحد ما بين الرايت آر والليفت لور لم وواحد ما بين الليفت آر والليفت لور لم. يبقى قال دي ليد واحد وده ليد اتنين وده ليد تلاتة ولازم يتحفظوا كده. يعني ليد واحد ما بين الرايت آر والليفت آر. ليد اتنين ما بين الرايت ار والليفت لور لم ليد تلاته ما بين الرايت الليفت ار والليفت لور لم يعني ممكن اجيب لك بقى في العمل احط لك هنا واحد وهنا اتنين وهنا تلاته فاهمني؟ واحط لك هنا رايت ار وهنا ليفت ار وهنا اقول لك ليفت لور لم واقول لك واحد يعني ايه واثنين يعني ايه وثلاثه يعني ايه فاهمين حاجه؟ مش هعيد تاني الكلام ده في العمل واحد يعني ايه؟ انا احط لك هنا بس يا دوب اهو اهو هحط لك كده رايت ارم ليفت ارم لور لم واحط لك واحد اثنين ثلاثة واقول لك واحد يعني ايه تقول لي ليد 1 واثنين ليد 2 وثلاثة ليد 3 او ممكن لخبط لك الارقام تمام يبقى واحد ما بين رايت ارم وليفت ارم اثنين ما بين رايت ارم والليفت لور لم ثلاثة ما بين الليفت ارم واللور لم سهلة؟ طيب جه واحد بعد انسوفن اسمه ويلسون اسمه ايه؟ ويلسون. قال له واد ويلسون، قال له ايه؟ قال له انت ما بتفهمش. قال له ليه بس يا عم ويلسون؟ قال له اصل انت يا اهبل ما بتعرفش تقيس الكهرباء عند نقطة. انت لازم تقيس فرق الجهد عند نقطتين، صح ولا لا؟ قال له ايه؟ تصدق؟ طب انت هتعمل ايه؟ قال له انا هعمل حاجة. قال له ازاي يعني؟ قال له مش انت يا اهبل اعتبرت ان القلب ده نقطة؟ قال له اه. قال له طب افرض. قال له اما تعتبرها نقطة يبقى محصلة القوة اللي بتقع على النقطة دي تساوي صفر. قال له صح يا قال له طب ايه رأيك بقى هنعمل ايه؟ قال له هتعمل ايه؟ بص ركزوا. قال له انا هعمل كده اهو. قال له هتعمل ايه؟ بسرعة أصل أنا عايز أعرف. قال له حابب موصل الثلاثة دول كده. بص خلي بالك. ادي واحد اهو وده اهو معاه وده اهو معاه يبقى محصلة التلاتة دول يساوي كام؟ قال له كده يا ويلسون قال له بس يا وانا حاطط ما هو الكترود كمان اهو يبقى عنده نقطة دي الكترود اهو الكترود يعني سلك واجي موصل السلك ده اهو كده
مع السلك ده كده بالجلفانومتر. قال له يا ابن الكلب، قال له تصدق ده فاكرتك صح، يعني لو الكهرباء هنا 30 هيقيس 30 ما بينه وما بين الايه؟ الصفر، صح ولا لا؟ يبقى كده بيقيس الابسوليوت بوتنشال، صح ولا لا؟ قال له يا قرد يا وينسون، بس انا الاصل برضه انا اللي قلت الفكر. قال له اه، يبقى احنا هنقيس الكهرباء ما بين ده، في كهرباء يبقى اسمه اكسبلورين، ده ما فيهوش كهرباء يبقى اسمه انديكرون. يبقى كده استخدم كام ليد؟ واحد. انا بقول واحد او اتنين على حسب اللي فيه كهرباء، ماليش دعوه بالارض. يبقى هنا عمل ايه؟ في الاول مره وصل ده بده كده، والاثنين كان فيهم كهرباء هنا والكهرباء هنا، يبقى اتنين اكسبلورنج الكتروز، يبقى باي بولر. طب هنا هما اتنين اه، بس في واحد فيه كهرباء وواحد ما فيهوش، يبقى اللي فيه كهرباء كام واحد؟ واحد. يبقى اسمه ايه بقى؟ يوني بولر. يبقى اسمها ايه؟ يوني بولر. وقال له بص بقى، هسمي ده اهو هنا كده اسمه في ار، وسمي ده هو ايه؟ سوري في ال، يعني ليفت، وهنا اسمه في ار، وهنا اسمه في ال او في اف. اف يعني ليفت فوت، يبقى في اف في ار في ال، يبقى بتوع وينسون اسمهم في ها في ها اه فوت. يبقى في بتاع وينسون عنده ثلاث نقط، هيعمل نفس الكلام بقى الثلاثة دول، ويجي موصل السلك ده برضه بجلفانومتر هنا، فاهمين ده بقى ولا ايه؟ اهو جلفانومتر، ويجي جايب السلك ده الاخر الثالث ويوصله بدول برضه هنا كده، ويجي موصله بجلفانومتر. يبقى كل نقطة هيستخدم فيها تو الكترود، واحد منهم يساوي صفر، والثاني بقى هيقيس الكهرباء اللي هنا، لأنه بيقيس فرق الجهد برضه، بس ما بين الصفر وما بين الأكشن بوتنشال اللي هنا. يبقى كده برضه كانه اي حاجه بس مالهاش لازمه، يبقى هو بيعرف الكهرباء اللي هنا. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ ويلسونز ليدز او يونيبولر ليمبلي. ليمبلي ايه؟ عشان حطيناها في الليفت ارض والليفت والرايت ارض واللور. هاي يونيبولر ليمب 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 ليدز، ما هي ليدز يعني السلوك دي اسمها ليدز. طيب وجي عامل ايه بقى تاني؟ ده مين بقى؟ ويلسون. عمل حاجتين اتنين ويلسون، عمل حاجتين اتنين ويلسون، هنعملها وهرسمها تاني. ادي الاسترنا اهي، وادي اسمها ايه دي؟ لا بوست استرنا الانجل او انجل اوف لويس، اللي كان قصادها السكند ريب، وبعدين دي البودي اوف ذا ستيرنم، وهنا الزيجويد بروسيس، وهنا ده السكند ريب، وده الفيرست ريب، فاكرين؟ وده السكند سير فورث فيفث سيكس وهكذا. وبعدين قلنا لما نيجي نحسب او نحدد الميترال اريا كان دي اسمها كلابي، وقلنا ناخد خط كده من نص الكلابي كان اسمه ايه؟ اما ارفع باطي فوق كده يبقى دي اسمها اكزيلا، والفوق اللي قدام ده اسمه انتيرو الاكزيلا اللي فوق، صح ولا لا؟ واللي ورا اسمه بوستيرو الاكزيلا اللي فوق. احنا هنا هناخد خط منه يبقى اسمه انتيرو الاكزيلا اللي لاين، طب واللي ورا يبقى اسمه بوستيرو، طب اللي في النص مين الاكزيلا اللي لاين؟ احنا هناخد الاثنين الاولانيين، يبقى ده الانتيرو الاكزيلا اللي لاين والميد اكزيلا اللي لاين، ماليش دعوه بمين؟ بالبوستيرو. خلي بالك. وجه صاحبنا اللي هو ويلسون عامل ايه بقى؟ ادي القلب اهو، ادي القلب اهو، مش كده؟ ايه؟ ماشي، ادي القلب اهو، وجه حافظ النقطه اللي هي الترانجل اللي كنا بنقول عليها اللي هي الليفت ارم، الليفت ارم اهي، وادي الرايت ارم اهي، وادي اللور لمب اهي، مش وصل ده كده؟ هو الارم اللي الشوط الارض يا ابني على الارض يعني ايه من تحت؟ تحت كده يعني ايه من تحت؟ انت مذاكر الاتوبيس يا عم، احنا غلابه يا عم يا عم، مش عارف الناس اللي عامله كده يا لا المقصود بيها الخليج، انا عملتها اهي رسمه خوفي، انا قلت الاول الرايت شولدر وبعدين قلت لك لا الرايت ارم،
ماشي تمام. يبقى ده الرايت الليفت ارم اللي هو هحطها هنا كده، والرايت ارم اللي هحطها هنا، والليفت فوت من تحت، وجينا موصلين دول كلهم بسلك واحد صح، وكان ده الارض عشان ما نبوظش الرسمه يعني. وحطينا مره سلك هنا مش كده، ووصلناه بالجلبانوميت مش كده ولا لا؟ ايه يا ابن ويلسون؟ ايوه طب ما علينا، هقول هرسمها تاني، خلينا هنا بس. يبقى ادي واحد انتركوستال سبيس، اتنين تلاته اربعه، يبقى ده الفورس انتركوستال سبيس. جه حاطط ليد هنا وحاطط ليد هنا، يبقى بالفورس انتركوستال سبيس على ناحيه الرايت، على ناحيه الرايت، والفورس انتركوستال سبيس على ناحيه الليفت. طب الحته دي 4 5، الحته دي اسمها ايه؟ ايبكس اوف زهر، اللي هي عند الفيفس انتركوستال سبيس مع الميد كلافيكولا لاين، يبقى يحط عندها نقطه، وبعدين هيمشي هنا يحط نقطه كمان، ويمشي هنا يحط نقطه كمان، يبقى دول كام؟ 5. وسمى دي في 1، في يعني ويلسون، ودي في 2، ودي في 4، ودي في 5، ودي في 6، يبقى بقى كام؟ في 3، ما بين 4 وما بين 2 هنا في منتصفها بالظبط، يبقى كده في 3. يبقى احنا حطينا السلوك دي فين؟ على الشيست، يقول عليها شيست ليد، شيست ليد، واحده هنا واحده هنا، يعني واحده على الرايت في الفورس انتركوستال سبيس، واحده على الليفت في الفورس انتركوستال سبيس، واحده على الميد كلافيكولا لاين في الفيفس انتركوستال سبيس، واحده في الفيفس انتركوستال سبيس في الميد في الانتيريور اكزيلري لاين، وواحده في الفيفس انتركوستال سبيس في الميد اكزيلري لاين، يبقى دول اسمهم شيست ليد. ماشي؟ هرسم بقى الرسمه كلها من الاول تاني، بس ما تنسوش دول، دول اسمهم شيست ليدز. هرسم من الاول تاني. I'm going to go to the hospital.
الاكسجين عمل ايه؟ يا ابني الاكسجين عمل ايه؟ قاس البوتنشال ديفرنس ما بين الروبوتين. فليد واحد، ركز، ليد واحد ما بين الرايت ارم، انسى الشوتر بقى، ما بين الرايت ارم والليفت ارم، صح؟ وقال دول كده يبقى اسمهم ليد ون، يبقى ليد واحد. هو متوصلين كده اهو بالجهاز اللي هو الجلبانوميتر ده، كده الجلبانوميتر في السقلب ده انسوبن، ده ليد واحد. انسوبن اول واحد، كان عمل وبعدين جه موصل الرايت ارم اللي هو ده اهو، ده الرايت ارم ده اهو مع مين؟ مع الليفت لور لم. اهو اهو صح كده؟ اهو لا مش صح، معلش يعني ليه يا ابني؟ هذا الرايت ارم اهو وادي الليفت فود اهو، ما هي يوصلوا مع بعض بالجلبان، ما وصلهم بالجلبان وانت اهو بيمشوا وتاخدوا في نفس الوقت. لازم لا عشان بتقول كده اهي يا دكتور، بص اهي الرايت ده اللي هو ده يا ابني، ده المثلث، مش ده المثلث؟ وادي القلب، مش هو وصل الليفت ارم بالرايت ارم ووصلهم بجلبانوميتر؟ مش هو عمل كده ولا ما عملش؟ يبقى ده سماها ايه؟ ليد واحد. مش احنا قلنا بقى بدل الرايت شولدر والليفت شولدر هيبقى رايت ارم عشان مرات الملك؟ يبقى هنزود دي كده اهي، وهنزود دي كده اهي، يبقى هنوصل دي كده وهنوصل دي كده، يبقى اسمها ليد ون، صح كده؟ بص بقى ادي الرايت ارم اهي، خليك في اللي فوق، ادي الرايت ارم اهو، همشي كده اهو، ادي اول سيت اللي هو ده، وادي الليفت ارم اهو، سيبك من ده، وادي الليفت ارم اهو، يبقى ادي السلك ده اهو اهو، وادي السلك الثاني اهو، صح كده ولا ما صحش؟ يبقى ده اسمه ليد مين؟ ليد واحد اهو، يبقى ده ليد واحد. تمام؟ اتنين هعمله بلون تاني اهو، نخليه هيوصل ما بين ايه وبين ايه؟ ليد اتنين اهو، ما بين الليفت فود، ما خلاص هينزل بقى على الرجل، ما بين الليفت فود والرايت ايه؟ والرايت ارم اهي، فين الليفت فود؟ اهي، يبقى ادي الليفت فود اهي، صح كده؟ وفين الرايت ارم؟ اهي، يبقى همشي مع ده كده اهو 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 اهو، صح كده ولا مصحش؟ يبقى كده ليد اتنين. ما هي كل السلوك دي هتوصل على جهاز رسم القلب. طيب نيجي على ثلاثه، ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الليفت ارم وما بين الليفت لور لم اهو، فين الليفت ارم؟ ادي الليفت ارم اهو، مش ده الليفت ارم؟ ادي اهو، وما بين مين؟ الليفت لور لم اهو، صح كده؟ يبقى كده وصلنا السلوك كلها بجهاز رسم القلب. ما هو بيبقى متوصل اوتوماتيك. يعني انا عايز اوريك ان السلوك دي كده متوصله بجهاز رسم القلب اوتوماتيك. تمام؟ طيب هنيجي بقى على ويلسون. ويلسون عمل ايه؟ جمع الثلاثه في نقطه ووصل واحد ما بين الرايت ارم، وواحد ما بين الليفت ارم، وواحد ما بين الليفت فوق، صح ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ مش ويلسون جه مجمع الثلاثه دول مع بعض كده في نقطه واحده عشان يبقى محصلته مساوي صفر، وبعدين وصل واحد ما بين الليفت ارم والصفر، وواحد ما بين الليفت فود والصفر، وواحد ما بين الرايت ارم والصفر، صح ولا لا؟ فهنعمل كده اهو، هنجمع واحد من هنا اهو، بس باختصار بقى ادي واحد اهو، وادي واحد من هنا اهو، وادي واحد من هنا اهو، يبقى ده اللي محصلته يساوي كام؟ صفر. سهلة؟ متوصل برضو بالجهاز، كل الحاجات انت بتشوفهاش بعينيك. وبعدين جه واخد سلك، واخد سلك من الليفت ارم، مش كده؟ من الليفت فود، من الليفت ارم. وسلك منين؟ من الليفت فود. وسلك منين؟ من الرايت ارم اهو. كل ده متوصل بالجهاز، ادي اثنين، ثلاثة، أربعة. ويبقى فيهم واحدة أرض. اللي هو محصلته هيساوي ايه؟ هيساوي صفر. يبقى ده صفر، وده ال في ار، وده ال في ال، وده ال في اف. مش كده وبس.
فجي عامل ايه؟ واخد سلك كمان من الفي 1. ما هو كده بيقيس الكهرباء عند في 1 بر، لان احنا موصلينهم بواحد ايه مشترك، يبقى هياخد واحد من في 1 ومن في 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 وفي 6. يبقى كل السلوك بيتوصل بالجهاز. ما يكملش درجتين. يا سلام، مش عاوزينه وربنا. انا 5 و6 عايز بقى 12 سم. هو كده صعب يعني ولا ايه؟ لا لا لا، هجمع سيل من الليفت ارم والليفت فوت والليفت هاد واوصلهم بست، واخد واحد من في واحد ووصله، في 2 ووصله، 3 4 5 6 رايت ار ليفت ار ليفت فو. بس دي التوصيله بتاعت رسم القلب، دي التوصيله اللي جوه الجهاز. يبقى عندنا 12 سلك، 13 سلك، لا 11 13 الكلبان وميتر ده متوصل بإبرة. يبقى ده اسمه بوينتر. عشرة واحد المهم اللي قدام يا دكتور. هاجي وانا مش عارف. نعم في 6 اهي. مال فين امثله للمايك؟ انا لسه رسمها قبل كده. قلنا في 1 في الفورس انتر كوستال سبيس، وفي 2 في الفيبس انتر في الفورس انتر كوستال سبيس بس على ناحيه الليفت. يبقى ده ناحيه الليفت وده ناحيه الرايت. في 5 عند الميد كلافيكولار لاين، في 4 في 5 عند الانتيرو الاكسيلري لاين، انتيرو الاكسيلري لاين، في 6 عند الميد اكسيلري لاين، في 3 ما بين 2 وما بين 4. ودوا انا عشان عارفين ان هو مش مهم فمش مديني اهتمام للموضوع. طيب انا امسكه بالجزمه من سنه سته وسنه خمسه وحابب افكر. ممنوع اي حد يتكلم بقى. اللي عايز يتكلم اتفضل يمشي. ادي القلب. كل ما يزيد سمك القلب كل ما الويف بتاعت الكهرباء تبقى كبيره. يعني مثلا لو انا عندي الليفت فينتريكل 15 ملي متر، 15، فالرايت فينتريكل 5، يبقى الثيكنس اوف ذا رايت اوف ذا ليفت فينتريكل مور ذان ذا ثيكنس اوف ذا ليفت فينتريكل 3 تايم، اوف ذا رايت فينتريكل 3 تايم. يبقى ده 5 ملي وده 15 ملي. لو انا هطلع من هنا موجه كده، موجه يعني ويف، يعني اما دي تبقى كده يطلع الموجه دي كده،
اما ده يبقى اتخن يبقى الموجه تبقى اكبر. ده فيزي. كل ما يزيد السيكنس بتاع المصل كل ما الموجه تزيد، كل ما تقل كل ما الموجه تقل. سهله المعلومه دي؟ طيب بص بقى، لو احنا عايزين نعرف الديبولاريزيشن او ازاي القلب بيشتغل، حد فاكر؟ من الاس اي نود يطلع اكشن وتنشن. يروح على مين؟ اللي معاه تليفون يقفله. اللي معاه تليفون يقفله. هيروح على الاي في نود. خلي بالك هو ماشي كده، الكهرباء ماشيه كده. اللي معاه تليفون يقفله. انا بطل اللي قلت لكم مش مهمه من الاول. تمشي من الاس اي نود الى الاي في نود. خلي بالك في الاي في نود الكهرباء ما بتمشيش دايركت لي، لازم تعمل ديلي. بص هنحرسم الديلي ازاي. الكهرباء هتيجي هنا، لو هي بتعدي على طول يبقى تمشي كده، انما هي عشان بتتاخر فهعمل كده، يبقى معناها كده حصل حاجه اسمها ايه؟ ديلي. ماشي. وبعدين هيديني البركينج فايبر سوري الهس باندل. الهس هتنقسم الى ليفت باندل برانش مش كده، وبعدين ليفت ورايت باندل برانش. ايوه يبقى دي ليفت طبعا الناحيه الليفت، يبقى اسمها ليفت باندل برانش، ودي اسمها رايت باندل برانش. زي ما خدنا زمان ان السيبتم بيتغذى من الليفت، ما هو ده اسمه انتر في الدريكرا السبت اللي هو الاخضر ده، يبقى هيتغذى من الليفت يبقى اتجاه الكهرباء كده، صح ولا لا؟ اهو عشان هو بيتغذى من الليفت بس، ماليش دعوه بالرايت. لو بيتغذى من الرايت كان بقى اتجاه الكهرباء كده. ماشي. يبقى هو بيتغذى منين؟ من الليفت. كويس. وبعدين الفايبر دي كده اسمها بركينج فايبر مش كده؟ بركينج فايبر. يبقى دي اسمها بركينج فايبر، ودي اسمها بركينج فايبر، ودي اسمها بركينج فايبر، وهكذا. يبقى اتجاه الكهرباء فين؟ الحته اللي اهي اسمها اندوكارديم. اندو يعني جوه. طب والحته اللي بره؟ بيريكارديم. يبقى دي اسمها بيريكارديم، بيريكارديم او ايبيكارديم، ودي اسمها اندوكارديم. يبقى الكهرباء ماشيه كده. ايوه من الاندو الى البري او الايبي. تمام. هقول عليها ايبي وخلاص عشان تبقى زي الكتاب ايبي. تمام. وبعدين
لو انتوا فاكرين اخر حته بتتكهرب في الليفت فينتر واخر حته بتتكهرب في الرايت فينتر هي ايه؟ محدش فاكر. ايوه شاطر. يبقى هنمشي كده، دي كده تبقى كده الحته ده اسمها بوستروبيزال بورشن اوف ذا ليفت فينتركل. اسمها ايه؟ بوستروبيزال بورشن اوف ذا ليفت فينتركل. والحته اللي في الناحيه الثانيه اسمها ايه؟ بالموناري كونس، اللي بيمشي فيها البالموناري ارتري. هتشوفوها كده معلمه على القلب، مداخل القلب، بالموناري كونس. طيب يبقى اتجاه الكهرباء هنا ماشيه ازاي؟ كده صح ولا لا؟ واتجاه الكهرباء هنا ماشيه كده صح ولا مش صح؟ طب في من الاس اي نود للاي بي نود الكهرباء ماشيه كده، كده يعني ناحيه الايه؟ الليفت. ماشيه كده يعني ناحيه الليفت، يعني ماشيه كده اهو، يبقى ناحيه الليفت. ماشي. الكهرباء دي كلها اسمها ديبولاريزيشن لان لسه ما عملناش ريبولاريزيشن. خد المعلومه اللي بعدها، اتجاه الكهرباء، اتجاه الكهرباء بقول عليه فيكتور، بقول عليه ايه؟ فيكتور. يبقى كلمة فيكتور يعني ايه؟ دايركشن اوف الكتريك كارنت. فيكتور يعني دايركشن اوف الكتريك كارنت. فيكتور دي اهم حتة في الاي سي جي. فيكتور معناها الدايركشن بتاع الكهرباء ماشيه منين؟ من الليفت للرايت ولا من الرايت للليفت؟ كويس؟ بصوا لي بقى، هعمل بالاحمر. اما نيجي نعمل اكزايتيشن للاتريا مع بعض مش بيطلع كذا فايبر كده عشان تطلع الكهرباء كده؟ يبقى محصله، هرسم قلب تاني، هرسم قلب تاني هنا اهو، هرسم قلب تاني اهو اهو، ادي الاتريوم وادي اتريوم وادي فينتركل وادي فينتركل. صلى على النبي بقى، محصله الكهرباء اللي في الاتريوم من الليفت للرايت ولا من الرايت للليفت؟ الكهرباء ماشي، ده الرايت يا جماعه، ده الرايت وده الليفت. يبقى الكهرباء من الاس انود بتمشي كده، يبقى ماشيه من اللي فين؟ يبقى اقول بقى بالانجليزي بالفسيولوجي بس اسمه ايه؟ الفيكتور من الرايت للليفت، مش فيكتور يعني اتجاه الكهرباء، يبقى الفيكتور هنا ايه؟ من الرايت للليفت. هعمل ايه بقى؟ خط واحد بس اهو، يبقى دي المحصله يعني. المحصله بتوع التو اتريا مع بعض، يبقى ماشي من اللي فين؟ من الرايت للليفت. سهل كده؟ سهل ولا صعب؟ طيب هنقل على السيبتم، على السيبتم الكهرباء ماشيه من اللي فين؟ من الليفت للرايت، يبقى اسمها ايه؟ الفيكتور من الليفت للرايت، ده في السيبتم. يبقى حاجه عند السيبتم من اهو، من اهو، واجي عامل كده صح ولا غلط كده؟ يبقى صح ولا مش صح؟ وهقول عليه رقم ايه؟ واحد. وقول على دي رقم كام؟ 2. سهلة؟ أهم حتة. طب حاجة على الفنتركلز بقى، خد واحد واحد. الرايت فنتركل الكهرباء من اللي فين؟ من الليفت للرايت صح؟ صح. طب والليفت فنتركل؟ من الرايت للليفت، يعني هيمشي كده صح ولا غلط؟ صح. بس خلي بالك يا هبه، بقول اما يزيد السكنس يزيد الكهرباء، يبقى السكنس هنا كام؟ 5. طب والسكنس هنا كام؟ 15. يبقى الكهرباء مين في مين اكتر؟ في الليفت. يبقى خلي بالك، ادي 5 وادي كمان 5 وادي كمان 5، يبقى دول كلك كده اسمهم الفيكتور بتاع الليفت فينتر صح ولا غلط؟ بس انا لو طرحت منها شويه دول يبقى 50 بس، يبقى المحصله في انهي اتجاه؟ من الرايت للليفت. يبقى التو فينتركلز مع بعض المحصله بتاعتهم من اللي فين؟ من الرايت للليفت. ما هو الرايت فينتركل من الليفت، سوري،
من الرايت مش ده رايت؟ ده ليفت للرايت يبقى ماشي للرايت يعني. طب وهنا ماشي لمين؟ للليفت. ده السيكنس بتاعه 5 وده السيكنس بتاعه 15 اطرح 5 من 15 يبقى 10 لصالح مين؟ لصالح الليفت. يبقى انا هاخد المحصله بتاعه الاثنين دول واعملها كده يبقى المحصله بتاعتهم الاثنين كده واشيل دي واشيل دي يبقى الماكينة اهو يبقى المحصلة بتاعتهم الاثنين هتبقى كده من ال من من الرايت للليف اهي واقول دي رقم كام؟ 3 فاضل حتتين اللي هي ده اهي ده اهي وده اهي دي ماشية كده يبقى ناحية الليف ودي ماشية كده يبقى ناحية الرايت بس دي ادخل يبقى المحصلة بتاعتهم الاثنين دول فين؟ للرايت ايوه للرايت ايه للرايت يبقى حاجة اهو اهو يبقى دي رقم 3 رقم 4 هتبقى كده اهي يبقى دي رقم 4 اللي هي الكهرباء احتناها ماشية كده دي البركنج فايبة ودي اخر حتة تاني اهي تاني ديت البلمونري كود ماشيه كده الكهرباء من الرايت الى الليفت ده الرايت وده الليفت ماشيه من الرايت للليفت طب ديت اسمها بوسترو بيزر بورشن ماشيه منين من الليفت للرايت اهي من الليفت للرايت يعني ماشيه كده اهي الكهرباء ماشيه كده ودي الكهرباء بتاعتها ماشيه كده العكس طب دي ادخل ودي ارفع مش ده الفنتركل ده رفيع ده 5 مللي ده تخين 15 يبقى المحصلة بتاع دي زائد ديت لصالح مين؟ لصالح الرايت لصالح الرايت كده يعني كده يعني رايت مش ايدي مالكش دعوة بيها كده لصالح الرايت اهي ماشي ماشي نعم عكس ايه؟ عكسه؟ يعني ايه عكسه؟ مش الفنتركل كده؟ ادي الفنتركل اهو ادي الول بتاعه وادي الفنتركل ادي الول بتاعه البركنج فايبر ماشيه كده اهي والبركنج فايبر دي ماشيه كده دي اسمها بالمونري كونس ودي اسمها بوسترو بيزال بورشن دي ادخل لانها في الليفت ودي ارفع لانها في الرايت اما تاخد دي كده هتبقى كده وتاخد دي هتبقى ادخل كده المحصله بتاعتها ناحيه يبقى المحصله دي ناحيه الايه؟ الرايت حلو الكلام؟ خد المعلومة اللي بعدها آخر حتة يحصل فيها ديبولاريزيشن هي أول حتة يحصل فيها ريبولاريزيشن آخر حتة يحصل فيها ديبولاريزيشن هي أول حتة يحصل فيها ريبولاريزيشن آخر حتة يحصل فيها ديبولاريزيشن هي أول حتة يحصل فيها ريبولاريزيشن خلي بالك اما نيجي نعمل ريبولاريزيشن للاتريال هيبقى موجود بس ماسكت باي فاكرين كل ما نقسم الكاردياك سايكل رسمنا اثنين للفنتركل وواحد للاتريال قلنا فين الاتريال سيستول دايستول ماسكت باي فنتركولار سيستول يعني مش هيبقى معايا يبقى انا هتكلم على الفنتركولار ريبولاريزيشن بص اخر حته حصل لها ديبولاريزيشن هي دي صح مش الايبي كارديم هي اخر حته الكهرباء مش ماشيه كده 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 يبقى هي دي اول حته هيحصل فيها ريبولاريزيشن يبقى الريبولاريزيشن ماشي من اللي فين في الرايت في الليفت ماشي من الليفت للرايت صح ماشي كده ده الريبولاريزيشن هو الاسود طب وهنا من ال... من ايوه كده بس مين الادخن ده يبقى المحصله لصالح مين صالح الليفت يبقى ماشي كده يبقى هنعمل ازاي بقى بص يبقى دي 1 2 3 4 هنعمل كده يبقى المحصله كده واعملها بالاسود يبقى معناها ايه ريبولاريزيشن يبقى دي رقم كام 5 يبقى دي اسمها ريبولاريزيشن دي 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 ايه ريبولاريزيشن تاني
بص اخر حته هيحصل فيها ديبولاريزيشن هي اول حته هيحصل فيها ريبولاريزيشن. يبقى الكهرباء هتمشي بالعكس، دي ديبولاريزيشن ماشيه كده والريبولاريزيشن هتمشي كده. نيجي في الرايت، اخر حته هيحصل فيها ديبولاريزيشن هي اول حته هيحصل فيها ريبولاريزيشن هتمشي كده. يبقى في الرايت هيمشي ناحيه الرايت ناحيه الليفت، وفي الليفت هيمشي ناحيه الرايت. طب المحصله بتاعتهم الاثنين مع بعض لصالح مين؟ لصالح الليف. يبقى المحصله لصالح الرايت، يبقى الاسود ده هو الريبولاريزيشن هيبقى لصالح الرايت. ايوه سهله انجز بقى. ايوه حاول اهو انجز بقى. انجز بقى ان احنا عايزين نرسم الرسم من قبل نشوفه اشتغل ازاي. بص الليف كبيره في ناحيه الليف ليه؟ عشان هو سميك. ليه بقى سميك؟ تخين ليه بقى؟ ليه ربنا خلقه السخين يعني؟ ليه بقى؟ ايه ليه؟ علشان البريشر في الاورطة 120 والبريشر في البرمونري 25. اما تيجي تضخ الدم من هنا الى هاي بريشر يبقى لازم نقول يبقى تخين عشان يقدر يزق الدم اجينست هاي بريشر. ده فيزياء. اما انت عندك حاجه صغيره كده يبقى الويف بتاعتها صغيره، كل ما تكبر كل ما الويف تكبر، كل ما زادت مساحه المقطع بتزيد. ايوه كل ما زادت مساحه المقطع كل ما زادت شده المقطع. ايوه حبيبي عشان بيزيد مساحه الالكترونات كل شغل عالي. يلا كل القانون زي كده. ايوه يا ابني رجع فاكر رحت جهاز رسم الاكل كان فيه فقره ورق. فقره ورق جهاز رسم القلب فيه فقره ورق. البقره دي ملفوفه كده اهي. دي بكرة الورق. بكرة الورق دي الجهاز بيشفطها لجوه عاملة زي السير بتاع المكنة. يبقى تخش كده خلي بالك كده وتلف من الناحية التانية وتطلع. يبقى تخش كده لقدام وتخش في الجهاز وتلف من ورا. خلينا يعني يبقى في حاجه بتسحب الورقه لجوه وتطلعها من الناحيه الثانيه. يبقى زي ايوه زي ما كان التصوير زي السيل. الورقه دي مربعه فيها خطوط طوليه وخطوط عرضيه. يعني رسم بيان. خلي بالك ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يبقى دول خمس مربعات كبار ماشي؟ طيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مش مشكلة بقى يعني. يبقى فيه خمس مربعات بالطول وخمس مربعات بالعرض. خلي بالك كل مربع كبير فيه خمس مربعات صغيرين. يبقى هنيجي هنا ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يبقى همشي على طول كده. أدي ثلاثة أربعة خمسة. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. يبقى همشي على طول كده. أدي واحد اثنين
ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين وهكذا بقى أهو مش عندك روح أنا مكملها في الفيديو عشان كان في تصوير خلاص؟ عايز أقول إيه بقى؟ الخط الأفقي عليه الزمن عليه الديوريشن يبقى هنا الديوريشن بالسكن يعني بالسنة وهنا اسمها امبليتيود يعني ارتفاع الموجة يعني انتنسيتي او امبليتيود بيقاس بالملي فولت خلي بالك الثانية الواحدة الجهاز بيطلع فيها خمس مربعات كباط يعني سرعة الجهاز خمس مربعات كبار في الثانية يعني 25 مربع صغير في الثانية يعني دي ثانية لو انا عايز احسب الزمن اللي هياخده الجهاز في كل مربع اعمل ايه؟ اقسم واحد على 25 هتساوي 4%. ده رقم لا ينسى. انا قايل في الفيديو اللي هينساه يطلع من كلية الطب. ايه ده؟ انا عندي كم مربع كبير؟ يبقى كم مربع صغير؟ الخمسة وعشرين مربع دول بيطلعوا في ثانية. يبقى انا لو عايز اعرف كل مربع صغير زمنه قد ايه اعمل ايه؟ اقسم الثانية على الخمسة وعشرين مربع تبقى واحد على 25 تساوي 4%. لو طلعت الآلة الحاسبة وقسمت واحد على 25 هتطلع لك 4%. سهلة كده؟ خلي بالك المربع الواحد الصغير بالطول بقى الواحد يساوي 1/10 ملي فولت. ارتفاع الموجة خطين صغيرين يعني مربع صغير 1/10 يبقى الاثنين 2/10 3 4 5 يبقى المربع الكبير كم من 10 5/10 يبقى المربعين الكبار 1 ملي فولت ما ده 1/10 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 1 ملي فولت صح ولا لا؟ كل مربعين كل مربعين كبار 1 ملي فولت تمام؟ ايه كده لسه اهو بصي بقى الملي فولت كده يبقى فيرتيكال يبقى من هنا لهنا 1/10 ملي فولت 1/10 ملي فولت طب من هنا لهنا 2/10 3/10 4/10 لغاية هنا 5/10 عشان سيبنا واحد في الأول طب من هنا لهنا 5/10 برضه يبقى 10/10 اللي هي 1/10 اللي هي 1 فولت 1 ملي فولت 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 اللي هي 1 يبقى 1 ملي فولت طيب بصلي بقى هنرسم بقى الالكترود اتفق العلماء على ان الكلاسيكال اي سي جي قديم يعني الايه الستاندرد الموجات الديبولاريزيشن
اما تمشي ناحيه الليفت اللي هو انا اهو اتفق العلماء على ان انا على ان 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 الكهرباء اما تمشي ناحيه الليفت تعمل جزء ديبولي الديبولاريزيشن اما يمشي ناحيه الليفت يعمل بوزيتيف ويف انا بقول ايه الديبولاريزيشن اما يمشي ناحيه الليفت يعمل بوزيتيف ويف كمان مره عشان خاطر الديبولاريزيشن اما يمشي ناحيه الليفت يعمل بوزيتيف ويف طب هقول طب اما يمشي ناحيه الرايت كمين الريبولاريزيشن العكس تاني بقى الجملة دي اهم جملة الديبولاريزيشن اما يمشي ناحية الليفت يعمل بوزيتيف ويف طب اما يمشي ناحية الرايت نيجاتيف ويف ده مين الريبولاريزيشن العكس يا عم ما تخلص ده بص يا سيدي الاحمر اللي انا رسمه ده ايه دي دي كم واحدة بالترتيب؟ خمسة ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة وواحدة النيجاتيف ديري انسى دي دلوقتي قلنا القاعدة بتقول ايه؟ اما تجيب بولاريزيشن يمشي ناحية الليفت يعمل بوزيتيف ويف ما تصلى على النبي هي ايه أول حاجة حصلت؟ الأتريال دي بولاريزيشن ايوه ما هو دي بولاريزيشن ايه الفيكتور بتاعه ناحيه الليفت الله ناحيه الليفت يبقى هيعمل ايه يبقى اما الكهرباء دي توصل للمؤشر المؤشر هيتحرك لفوق ام لتحت لانه وهيجي راسم لي خلي بالك هو بيطلع لفوق والورقه بتمشي الورقه بتكر الورق فهو كل ما يطلع هو عمال يطلع لفوق الورقه بتلف يبقى الويف هتترسم كده صح ولا لا ودي اسمها بي ويف يبقى الويف بي ويف تمثل ايه اتريال دي بولاريزيشن اللي هيقول لي ترانزستور بالجزم عشان السيستول كونتراكشن والاي سي جي بيقيس الكهرباء ما ينفعش تقول لي ايه ترانزستور لازم تقول لي اتريال ديبولاريزيشن طيب رسمنا دي اهي وسميناها ايه بي ويف خلي بالك تاني حاجه هتحصل ان هتوصل الكهرباء لمين الابينو هتعدى على طول ولا تعمل ديلي ديلي يعني مفيش ولا كهرباء ولا اي حاجه يبقى يعمل خط يريح اها حلو الكلام صلى على النبي صلى على النبي ليها رقم اتنين السيبتم ده دي ولا ري دي ماشي ناحيه الليفت ولا الرايت يعمل ايه يعني المؤشر هيجي نازل كده يبقى دي اسمها يا ريس بعد البي يا معلم كيو يبقى الكيو ويف معناها ايه علينا ممروك بعد اسمها الاي سي جي في حياتكم بالطريقه دي وانا بفكركم هنيجي بقى للفيلم ايه الفيكتور بتاع الفينتريكلز رايت ولا ليفت يبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف خلي بالك هيجي عامل كده بس خلي بالك بس السيكنس هنا كبير يبقى الموجه لازم تبقى كبيره عن الاتريوم لان الاتريوم الويل بتاعه صغير فتبقى الويف تبقى عامله زي كده وترجع تاني يبقى دي اسمها ايه كيو بعدها ايه يبقى الار تمثل ايه فينتريكولار ديبولاريزيشن ولم احدد اي فينتريكل ما حددتش اسمها نت ريزلت
of ventricular depolarization. ماشي. يبقى دي رقم ثلاثة. طب ايوه يعني مش احنا قلنا ده هيمشي كده وده هيمشي كده، يبقى ندي على المحصلة النهائية بتاع الاثنين ناحية الاثنين. طيب ايه رقم اربعة؟ اللي هي اللاست بورشن في الليف واللاست بورشن في الراي، اللي هي البلمونري كورنس والبوسترو بيز. طيب ده دي ولا ري؟ هترد اه ناحيه الليفت ولا ناحيه الرايت؟ يبقى يس بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ها مين اللي قال بوزيتيف؟ نيجاتيف، لان هيبقى بعيد عن الليفت يبقى نيجاتيف، يبقى هيجي عامل ازاي؟ بص يجي نازل كده اهو بعد الكيو ار اس على واحد اسمه كيو ار اس كومبلكس سهله. طيب وبعدين خلي بالك كده خلصنا الديبولاريزيشن، فاضل مين؟ الريبولاريزيشن. مش احنا قلنا الريبولاريزيشن عكس الديبولاريزيشن؟ طب الريبولاريزيشن ماشي ناحية الرايت، ناحية الرايت ايوه، يعني المؤشر يطلع لفوق ويجي عامل لي الويف ده اهي كده اهو، صح ولا لا؟ يبقى دي اسمها ايه بقى؟ تي ويف. يبقى بي كيو RST waves. ماذا تعني T wave؟ ventricular repolarization. صو السؤال، أين الأتريال repolarization؟ بال QRS يا ولد، مش دي اتريال ديبولاريزيشن؟ المفروض يكون وراها اتريال ريبولاريزيشن، يعني موجوده ورا دي، يبقى ماسكت باي لارج كيو ار اس. ماليش دعوه بارت بلوك ولا ما بلوكاش، احنا لسه في الفسيولوجي يعني في النورمال، يعني اصبر شويه تمام؟ هقول لك لما يحصل بارت بلوك ايه اللي هيحصل. بص بس انت كده بتضحك عليه، قول لي ليه؟ هي الاس ان نود، الاس ان نود ذات نفسها والابي نود ذات نفسها مش بتطلع اكشن بوتنشال؟ امال هو فين؟ صح ولا لا؟ لا ما قلتش، ده انت ما قلتش حاجه، ده احنا قلنا الكهرباء اللي هتطلع من الليفت اتريا من رايت اتريا من المحصله بتاعتهم كده، انما فين الكهرباء اللي من الاس ان نود والابي نود؟ اقول لك ايه فين؟ هي فيري سمول، يعني نوت سفشن، يعني ايه سفشن؟ كبير ان هي تحرك المؤشر. انا مش حضرتك بس فاضل حته كمان، فين البابيلاري ماسل والبركنج فايبر؟ فين البابيلاري ماسل والبركنج فايبر؟ فاهمين ولا لا؟ قال لك بص يا سيدي، بص لي اما نيجي نعمل ريبولاريزيشن للفنتركل، ادي اهو ادي البدايه، ده الريبولاريزيشن للفنتركل اللي هو التي وي. اما نيجي نعمل ريبولاريزيشن بص هياخد وقت اطول كده، يبقى الفنتركل وول ذات نفسه اما يجي يعمل ريبولاريزيشن بياخد شورت تايم. اما البابيلاري ماسل اما تيجي تعمل ريبولاريزيشن تاخد مور تايم، يبقى هيظهر ادي التي ويف اللي هي الفنتركل ريبولاريزيشن، يبقى هيظهر بعديها بشويه ويف كمان كده اللي هي تسمى يو ويف، يو ويف بس دي نوت ابير النورمال اي سي جي، يعني بتظهر ان سام بيبل وهي عباره عن الريبولاريزيشن بتاع البابيلاري ماسل، ده الريبولاريزيشن بتاع الفنتركولار ماسل، يبقى ده اسمه ريبولاريزيشن، ريبولاريزيشن اوف ذا فنتركل يديني التي ويف، بعديها بشويه يعني بعد التي ويف يظهر لي ويف ثانيه اسمها يو ويف، هذه اليو ويف عباره عن الريبولاريزيشن اوف ذا بيلاري ماسل ويتش نوت نورمالي ابير، نوت نورمالي ابير ما تظهرش نورمالي تمام؟ يبقى ديت النورمال اي سي جي ويف، هيجي لك في الامتحان يعمل لك كده دي كده واحد
ودي كده اتنين تلاتة اربعة خمسة. يقول لك واحد يعني ايه؟ يقول له ايه؟ بي وي. اه وتمثل ايه؟ تمثل ايه؟ سيبتال ديبولاريزيشن. نمرة تلاتة ار وي تمثل ايه؟ فنتريكولار ديبولاريزيشن. طب نمرة نمرة اس اللي هي الاس ويف تمثل ايه؟ اس. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. يعني ساعتك لما اقول لك واحد هي الاتريال ديبولاريزيشن، اتنين هي الفنتريكولار ديبولاريزيشن، ستة ديبولاريزيشن، تلاتة الفنتريكولار ديبولاريزيشن، أربعة اللي هي الديبولاريزيشن اوف ذا بوسترو بيزل اند بالمونري كور، خمسة الفنتريكولار ريبولاريزيشن. يبقى خمسة هنا هم خمسة هنا. لو افتكرت الرسمة دي هتفتكر هي واحدة كل واحدة معناها ايه. هقول لك في شوية أرقام بقى احفظوهم بقى، شوية أرقام هقول لكم الأرقام المهمة والباقي مش مهم. وما تذاكرش الا اللي انا قلت عليه، ما تسيبليش بقى الكتاب وتقول لي دي ودي 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 اللي انا قلته بس. بص البي ويف ارتفاعها 1/10 والديوريشن 11/100. اظن الرقمين ما يتنسوش، 1/10 11/100، 1/10 11/100. ادي كمان ديوريشن على نفس النصب التي، اما تبص لها هتلاقيها لها تو لم، ادي لم بالعرض ولم بالتو بالفول. يبقى دي بص لي اتنين اتنين من عشرة ارتفاع واتنين من عشرة فول. طول يعني زمن. ايوه مال هقول كده حاضر. يبقى الديوريشن 2/10 والامبليتيود 2/10. طب هنا 1/10 امبليتيود و11 من 100 ديوريشن. حلوه؟ باقي لك كمان رقمين. من هنا لهنا 6/10. 6/10. يبقى كده الزمن. يبقى فاضل مين؟ الطول. انت عارف. مربعين اتنين كبار. لا مربعين اتنين كبار. مربعين اتنين كبار. يبقى واحد واحد ملي فولت. واحد مربعين اتنين كبار. يبقى الار هي اكبر ويف تاخد مربعين كبار. يبقى 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 اللي هي 1 ملي فولت. باقي لك كمان رقم. من اول ما اهو اسمعني بقى، بص لي بص لي من اول ما اهو، يعني من هنا، يعني منين؟ قول بقى. ايوه قول صح. من بدايه البي لغايه ما اهو، ما اهو كده يبقى الرد فين؟ لا سيبك من كيو. ايوه بتاعت الار. قول بقى كده، قول بقى كده. فروم ذا بيجيننج اوف بي للبيجيننج اوف ار. يقولوا عليها بي ار انترفال. بي ار انترفال. يبقى دي كده اسمها بي ار انترفال. اسمها بي ار ايه؟ انترفال. طبعا في امراض بقى تزودها وامراض تقللها، مش مهم. ما تقعديش بقى تقعد تحفظ لك كل كلمه تقابلك في الكتاب. ده حته عمل يعني، على اللي بنقوله النهارده كده عليه نص درجه. يبقى بي بس ده في العمل في الامتحان، انما في حياتك بقى تنطم بقى على الاستاذ تقوم وانت في سنه سته. يبقى بي ار انترفال الدوريشن بتاعتها كده. بص لي بص لي 12/100 اقلبها اقلبها تبقى 21/100. يبقى من 12/100 الى 21/100. ده الدوريشن.
يبقى دي اسمها بي ار انترفال. بص ده اهي يقولوا عليها. بص من هنا كده اهي لغايه هنا كده يبقى ده كده اهي يبقى اسمها اس اس يعني من نهايه الاس لبدايه التي يبقى اسمها اس تي سيجمنت. اسمها ايه؟ اس تي سيجمنت. اس تي سيجمنت ده هي لو طلعت لفوق او نزلت لتحت يبقى مرض اسمه مايوكارديال انفاركشن. يعني الناس اللي بيبقى عندهم جلطه في القلب اما بيجوا لي ببص على دي لو لقيتها طالعه لفوق او نازله لتحت يبقى على طول يخش الرعايه. الرعايه المركزه العناية المركزة خلاص. يبقى لما لقاها طلعت لفوق او نزلت لتحت يبقى مرض اسمه مايوكارديال انفاركشن ولازم العيان يخش رعاية عشان اصلحها عشان هيموت لو سبته هيموت. يبقى دي اسمها اس تي سيجمنت. اس تي سيجمنت طيب ليه ليه هي العادة بتاعها ايوه الزمن بتاعها الزمن بتاعها مش لازم يعني 8 من 10 مش لازم مش مهم. بص بقى انها النقطه ده ايه النقطه ده ايه بص النقطه ده ايه ده ايه قول لي كده وصفها ما بين ايه وما بين ايه ما بين نهايه الاس وما بين الاس تي سيت يقولوا عليها عشان ممكن يعلم لك عليها ولا حاجه اسمها جي بوينت. اسمها ايه جي بوينت. يبقى ايه هي الجي بوينت ذا جانكشن بتوين ذا اند اوف اس اند دي اس تي سيجمنت. دي برضو لو طلعت لفوق الاس تي سيجمنت هتطلع لفوق ما يتابع عليها. بص ادي ادي الفي اهي اهي ادي الاس وادي الاس في سيجمنت. لو الجي بوينت طلعت لفوق يبقى الاس دي هتطلع لفوق. لو الجي بوينت نزلت لتحت يبقى الاس دي سيجمنت هتطلع لتحت. يبقى برضه مايوكارديال انفاركشن. يبقى انا في المايوكارديال انفاركشن ببص على حاجتين يا بص على الجي بوينت او الاس دي بس هما تابعين لبعض يعني لو واحده اتغيرت الثانيه لازم تتغير. ما ينفعش ان هي ما تتغيرش. يبقى لو طلعت لفوق يبقى اسمها اليفيشن او نزلت لتحت يبقى اسمها ديبريشن يبقى اسمها جي بوينت ويبقى اسمها مايوكارديال انفاركشن. دي بيقولوا عليها نورمال نورمال يعني الاب نورمال ماليش دعوه بيه نورمال اي سي جي ويفز. اسمها ايه؟ نورمال اي سي جي ويفز. طبعا في كلام كتير بقى لسه نور بس ده مش نور نورمال اي سي جي ويفز. هقول لك البي يعني ايه كيو يعني ايه ار يعني ايه اس يعني ايه تي يعني ايه والبي ار يعني ايه وهكذا زي ما احنا قلنا كده. يبقى ده اللي هيجي في الامتحان. هنقول بقى شويه حاجات كده ثانيه موجود يا عم خلاص موجوده من البيت هنعمل حاجة اسمها أتريال في الأظهر مش في الأظهر في الأظهر وأتريال فايبريليشن. سؤال أتريال في الأبر and أتريال فايبريليشن. هناخد حاجة اسمها أتريال في الأبر وأتريال فايبريليشن. لا ده نمبر أتريال في الأبر وأتريال فايبريليشن. أتريال فلاتر وأتريال فايبريليشن. بص يا سيدي
ما عايز يبص في الكتاب. مشروعها برضه في البيت. وادي أفريم تاني اهو. النورمال بيس ميكر للقلب هو الاس ان او. يبقى هنا ادي النورمال بيس ميكر اللي هو الاس ان او ده اهو. وهنا النورمال بيس ميكر اس ان او. هتسيبك من كتابك اهو. يا ابني ده النورمال بيس ميكر. احيانا واحد يتجنن كده ويبقى هو عايز يمشي القلب زي الراجل اللي كان عازفته في الطياره كده طلع في دماغه ان هو يسوق الطياره. بس خلي بالك بقى اما يبقى هو اقوى من الكابتن بتاع الطياره يبقى الطياره هتخضع له. يعني عايزها تروح على تركيا هيوديها تركيا، عايز يوديها على قبرص هيوديها قبرص. ليه؟ علشان البيس ميكر الثاني اقوى من البيس ميكر الاولاني. البيس ميكر الثاني بيقولوا عليه بالفسيولوجي اكتوبيك فوكس. بيقولوا عليه اكتوبيك فوكس. يبقى في فوكس ثانية هنا بس هي اقوى. انا اعملها كبيره اهي يبقى اقوى من الاولانيه. القلب دايما هو ليه القلب مش احنا عندنا ثلاثة بس ميكر؟ قولوا اس انود ابنود بالكلمه. ليه القلب بيقطع للاس انود ولا يقطع للابنود؟ ايوه يعني القلب بيقطع للايه؟ للاقوى. دي بقى اسمها اكتوبيك فوكس. دي نورمال تطلع كام؟ 100 تقريبا. ماشي 90 هنا ده هتطلع كام؟ من 250 الى 350. لا كبير صح ولا لا؟ يبقى دي اسمها اكتوبيك فوكس. خلي بالك الاي بي نود الاي بي نود ما تقدرش تعدي اكتر من 230. ده حماية ربنا بيحميه. الاي بي نود ما تقدرش تعدي اكتر من 230. يبقى معنى هذا الكلام يا واد عبد الله لازم يعمل حاجه اسمها هارت بلوك. يعني ايه هارت بلوك؟ اقول لك انا بصيت اما يبقى هنا في اكشن بوتنشال يبقى يعمل بي ويف لان في الاكل لسه قايلنا من شويه صح ولا لا؟ واما تعدي واحده من هنا لهنا يعمل لي الكيو ار صح كده؟ طب بص لي بقى دي رقم واحد تعدي يبقى يعمل لي كيو ار اس اللي هي توصل الفنت. مش دي واحد هتمشي من هنا من هنا واحد من هنا تمشي كده تقوم تعدي وتعمل لي كيو ار اس. بس لو كل واحده جت لي الاي بي نود وعدت مش هينفع لان الاي بي نود ما بتعديش اكتر من 230. يبقى معنى هذا الكلام ان ممكن واحده تيجي تعدي ما هتعديش صح ولا لا؟ يوم يظل مكانها ايه؟ بص ادي بي اللي هي دي رقم 2 بي مفيش كيو ار صح اللي هي رقم 2. طب رقم 3 هيبقى فيها بي ثانيه اهي وبعدين تعدي يبقى يعمل لي كيو ار اس. تاني اهو عارف ان انا هحاول 20 مره. ادي الاكتوبك فوكس هي بتطلع 250. الاي نود بتطلع بتعدي 230 بتعدي 230 فرقم واحد اهي هيعمل لي البي
وما تيجي للفنتركل تعمل لي الكيو ار اس يبقى دي واحد واحد. رقم اتنين اهي هتعدي هنا بس الاي نوت مش هتعديه عشان لو كل واحده جت الاي نوت تعديها هيبقوا 250 وهي ما بتعديش اكتر من 250 فلازم شويه يحصل لهم بلوك. يبقى رقم اتنين ما هتعديش يبقى دي رقم اتنين. رقم ثلاثة اهي هتعمل لي بي ويف ادي البي ويف اهي بس هيعدي بقى المرة دي يبقى يعمل لي كيو ار اس. يبقى كده فيه بي وبي وبعدين كيو ار اس وبعدين نيجي رقم أربعة. أربعة ما هتعديش صح ولا لا؟ يبقى يعمل لي بي ويف بس. طب رقم خمسة هتعدي يعمل لي بي الأول وبعدين كيو ار اس وهكذا بقى. يبقى كده الهارت ريت ريجولر ولا مش ريجولر؟ ريجولر ليه؟ كل اتنين بي يجي وراهم كيو ار اس كل اتنين ار اس كل اتنين كيو ار اس وهكذا. يبقى دي اتنين الى واحد اتنين الى واحد ويبقى المسافه من الارضي للارضي تساوي المسافه من الارضي الى الارضي لان هنا بي وبي وهنا بي وهنا بي خلاص. هو انتوا بقيتوا كل شويه بتقولوا لي ايه بس؟ طب انا عايز يوم براحتي بقى اخد يوم براحتي. لا مش خميس. خميس ولا سبت. ولا ما عنديش من الشهر 10 وفي كم يكتبك فوكس واحده بس. اما نيجي هنا هلاقي عندي بص مالتيبل اكتبك فوكس وفوكس وفوكس في الصاي مالتيبل اكتبك في الصاي فوكس جمع فوكس وفوكس في الصاي. يبقى هنا 1 فوكس في الفلاتر 1 فوكس في الفايبريليشن مالتيبل فوكس. هنا الهارت ريت ريجولار. انت عايز نمشي؟ لا لو الاي بي نود والبركيج ما يبقاش اكتوبر ده يبقى نورمال. اما ايه؟ ما هيش عامل اكسترا ستور. انا مالي بقول لا 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 غلط الكلام ده. اما يبقى الاس اي نود او الاي بي نود او البركيج ما اسمهاش اكتوبر. عارف اكتوبر يعني ايه؟ خارج النورمال كوندكتيف سيستم اللي هو خارج الاس اي نود والاي بي نود والبركيج يبقى اسمها اكتوبر. انما لو الاس اي نود باظت يشتغل الاي بي نود يبقى اسمها سكندري بيس ميكر ما اسمهاش اكتوبر. يبقى هنا ده ريجولر. خلي بالك هنا بقى ايه؟ بص القلب بيشتغل ازاي؟ القلب هيشتغل ازاي؟ الاتريوم خلي بالك زي المركبه اللي فيها اكتر من ريس زي المركبه اللي فيها اكتر من ريس كل اكتوبك فوكس من دول عايز القلب يتبعها. يبقى دي عايز القلب يتبعها ودي عايز القلب يتبعها ودي عايز القلب يتبعها ودي عايز القلب يتبعها. يبقى هيحصل ايه؟ بص كل حته من الاتريوم هتنقبض لوحدها. يبقى يعمل كده الاتريوم هيعمل كده مفيش بي اهو اهو. عارفين انا بعمل ازاي؟ اهو عارفين زي ايه بالظبط؟ جاي لو جبت كيس ملان دود كيس ملان دود ومسكت الكيس من بره هتحس بايه؟ برعشة. حركة لكل الديدان ذا سيم تايم. ايوه ده هما كاتبين لكم التشبيه ده في الكتاب. انتوا عارفين ليه؟ انتوا احسن من العلماء يعني؟ ولا هما كانوش بيقراوا فما عندهمش دم؟ ما علينا ما علينا ما علينا. يبقى الفنتركل
الفنتركل هنا الاتريوم ده عايز يخلي شويه المسل فايبر دول ينقبضوا لوحده ودول هينقبضوا لوحده ودول هينقبضوا لوحده ودول الاتريوم هينقبضوا لوحده اهو. يبقى ما تحط ايدك كده حوالين الاتريوم هتلاقيه بيتنقل. يبقى زي كيس ملان الليفت والرايت كل اي مكان. المهم ما تكونش تكون بعيد عن السينو. يعني ممكن يحصل الكلام ده هنا اهو يخلي ده كده ينقبض لوحده وده ينقبض لوحده وده ينقبض لوحده وده ينقبض لوحده ماشي كده. وبعدين طالما مش هيبقى فيه بي ويب يبقى ما فيش كيو ار اس صح ولا لا؟ يوم هنا بقى يحصل ايه؟ بص اما الحته دي تنقبض يعمل ويب كده وما دي تنقبض يعمل ويب كده وما دي تنقبض يعمل ويب كده وما دي تنقبض يعمل ويب كده بس ما اسمهاش بي ما اسمها ايه؟ اسمها اف ويب. اف يعني ايه؟ يعني فلاتر ويب يبقى اسمها اف ويب. الله امال الفنتركل هينقبض ازاي؟ ايوه بالايديو بالفنتركولار ريزم اللي هو من 25 الى ما هيبقى كان في هارت بلوك يبقى ده هينقبض لوحده بالاي في ار اللي هو الايديو بالفنتركولار ريزم اللي هو من 25 لكام؟ 40. يبقى فين بقى وفين عبال ما يجي كيو ار اس هنا وبعدين ده يعمل شويه ويعمل كيو ار اس شويه ويعمل كيو ار اس شويه ويعمل كيو ار اس هيعيش لان احنا بنلحق خلي بالك هيعيش ليه؟ اسمعني علشان وظيفه الاتريوم مش الكونتراكشن والبلط يعني مش السيستول لان الدم بينزل بالجرافيتي انما المشكله في ايه؟ لا اولا المشكله في ايه؟ ان الدم بيحصل له ستيزس. ستيزس يعني ايه؟ سباب او ركود فممكن يعمل ثرومبوزس يبقى هي دي الخوف. انما لو ما عملش ثرومبوزس العيان يعيش فتره طويله من الزمن. انما مشكله الاتريوم ان كان ما بينقبض بيضخ بقيه الدم اللي جواه لبره 25% اما ما ينقبضش عشان يضخ ال 25% الدم هيتجمع هنا. اما يتجمع هنا يقوم يتراكم. اما يتراكم يعمل جلطه اسمها ثرومبس. يبقى ده الفرق بين الاتريال فلاتر والاتريال فايبريليشن. يس صح. طيب حصل له ايه؟ حصل له ممكن يظهر بقى في هذه الحالات. ممكن الاتريال ريبولاريزيشن يظهر في هذه الحاله اذا كانت الكيو ار اس لم تقع في مكانها. يعني اما الكيو ار اس لو مكانها هنا هنا يا واد انت مبسوط ان انت قلت المعلومه ولا ايوه اما الكيو ار اس كده هنا ويقع مكانها هنا يبقى الاتريال ريبولاريزيشن هيظهر في الحته دي عادي يحصل. مش عايز افكرك يا حبيبي خلاص. يبقى ده الفرق بين الاتريال فلاتر والاتريال فايبريليشن. ليها فلوس من امبارح يا دكتور. ميعادنا بكره الساعه 8. لا دكتور الساعه 8 عندي مجلس اسمه الساعه 10. يا باشا يا دكتور ثمانية عشان دكتور محمد عبد انت تعبان. صحيح انا تعبان. عشان خاطر الناس اللي عندها سكشن. اهلا وسهلا بكم.